قامت مصالح أمن ولاية خنشلة بتوقيف شخص في العقد الثالث من العمر بحوزته مجموعة كمية معتبرة من المواد الصيدلانية ذات خصائص مخدرة بالإضافة إلى مخدرات وحجز سلاحين ناريين، كمية معتبرة من المواد شبه صيدلانية أجنبية الصنع من نوع بريغابالين 300 غرام بكمية 6678 كبسولة. اثنين، مخدرات رانتج قنب هندي بكمية 605 غرام. ثلاثة، سلاح ناري من الصنف الرابع عيار 7.65 صنف بيريتا بالإضافة إلى مخزن فارغ، بالإضافة إلى سلاح تقليدي الصنع عيار 16 ملم